بارقة أمل جديدة للمعاقين في قطاع غزة. فقد افتتحت الجمعية الوطنية للتأهيل المعاقين المركز الكويتي لتمكين المجتمع بدعم وتمويل سخي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية عبر المنحة الكويتية لإعادة الإعمار، حيث تم تدشين المركز الكويتي من خلال إنشاء طابق علوي وتأثيثه وتزويد المركز بالأجهزة والمعدات الخاصة وتوفير باص لنقل ذوي الإعاقة وقاعة متعددة الأغراض، بالإضافة إلى قاعة تدريب مهني وتركيب شبكة للطاقة الشمسية. العمل على رفع قدرات وكفاءات الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات مختلفة وعديدة، والعمل على إعادة تمكينهم وإعادة دمجهم في المجتمع الفلسطيني. يساهم هذا المركز كما ذكرت بخلق العديد من فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة وأن يمكنهم من الاعتماد اقتصاديا على أنفسهم. هذا المكان برضو راح يكون فيه يعني شيء للمستقبل يفيدهم، وهم إن شاء الله أكيد راح يفيدوا كمان جيل تاني بعدهم من خلال هذا التعليم اللي هم تعلموه بإذن الله. مشروع هام ومتميز ويخدم فئة تحتاج لكل أشكال الدعم، فحوالي 7% من قطاع غزة هم من ذوي الاحتياجات الخاصة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين. القائمون على المركز الكويتي للتمكين أشادوا بدور الكويت الإنساني الكبير بدعم مشاريع ذوي الاحتياجات الخاصة وفتح آفاق جديدة ودمجهم بالمجتمع، موجهين كل الشكر للكويت أميراً وحكومة وشعباً على دعمهم المتواصل والمستمر للفلسطينيين. أوجه تحية فخامة الرئيس محمود عباس لدولة الكويت أميراً وشعب أن هذا المشروع سيساهم في رفع مستوى المعيشة وإيجاد دخل لأكثر من 8000 شخص. المشروع عبارة عن بناء طابق بالكامل وتأثيثه. هذه البصمة الكويتية الإنسانية الجديدة ستعمل على تحسين قدرات ذوي الإعاقة التعليمية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الشباب الفنية والثقافية وتمكينهم من التعبير عن أنفسهم، بل وإكساب النساء المهمشات القدرة على الاندماج في المجتمع. المركز الكويتي للتمكين المجتمعي خطوة إنسانية هامة لدمج وتطوير مهارات ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم التعليمية والتدريبية ليكونوا عناصر وأشخاص فاعلين في المجتمع. سعاد الإمام، تلفزيون دولة الكويت، غزة، فلسطين.